السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الاعلان على الناس اللي ربحات في المسابقه ديال 4 ايام. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا بزاف على لي ميساج ديالكم. كما كتعرفوا على المحل ديال سعيد شوب، فهو دائما كيحاول ما امكن يوفر لكم منتوجات باثمنه جد مناسبه وجد منافسه. كنحاولوا ما امكن نديروا لكم مسابقات باش يعني نرضيو الزبناء ديالنا اللي تاقوا فينا، خصوصا الناس اللي كتنقل من بلاصه بعيده وكتجي عندنا من بلايص اللي بعاد. صراحه كنحشموا منهم صراحه، وبطبيعه الحال الناس اللي برا كازا. فالمسابقه شامله المغرب كامل، يعني فين ما كنتي تقدر تشارك، فين ما كنتي تقدر يعني تجرب الحظ ديالك. فكما كتشوفوا جبت الكاميرا ديالي هنايا، وكم حاط التليفون هنا باش تشوفوني. نديرو فيديو يعني لايف باش تشوفوا يعني مدى شفافيه المسابقه. غنستعنوا بواحد السيت، هو اللي غاد واحد الروبو هو اللي غادي يختار يعني 3 فائزين منكم من الكومونتيرات في اخر فيديو في يوتيوب. هذه ماشي هي اخر مسابقه، كاينه واحد المسابقه اخرى في النص ديال شهر رمضان، راه كاين الفيديو ديالها في الصفحه ديال سعيد شوب. وباقي جايين المسابقات. احنا اللي علينا كنديروه، كيبقى عليكم نتوما انكم تبارطاجيو وتدعمونا. احنا كنحاولوا ما امكن يعني نتقاسموا معاكم شي حوايج اللي بساط، اكسسوارات، شي حاجه اللي بسيطه. فمسابقه اللي في شهر رمضان فهي فيها يعني كقيمه ماليه 3000 درهم، وعلى بركه الله. كما كتشوفوا هذه هي الصفحه او القناه الرسميه على اليوتيوب سعيد شوب اوفيسيال، هي هذه فيها 203 ديال لي زابوني وفيها 4 ديال الفيديوهات. اخر فيديو هو هذا كما كتشوفوا اللي فيه لي كومونتير بزاف. غندخلوا الفيديو، ها هو كما كتشوفوا فيه بزاف ديال لي كومونتير كما كتشوفوا، اللهم بارك. غنهزوا هذا اللي هذا، نحطوه في الروبو ونديروا لي ديبي. حاولت ما امكن نجيب كاميرا باش تشوفوا كل شيء قدامكم، باش يكون داك الشيء 100% بكل شفافيه وبكل وضوح. حيت بزاف ديال الناس قالوا لينا حقا ما حقا نتوما يا كاين مسابقه لا والو، باغيين تضحكوا علينا، باغيين تنصبوا علينا. نتوما كما كتشوفوا كل شيء قدامكم، يعني حتى حاجه ما كتخبى، كل شيء قدامكم. كما كتشوفوا كيدير شارجمون. 3 ديال الفائزين غادي يكونوا محظوظين اليوم فهاد تاني نهار في رمضان. ندخلوا لهنايا بارامتر، نديروا 3 ديال الفائزين كما كتشوفوا. حيدوا لي دوبلون، الناس اللي كتكومونتي بزاف باش يكون داكشي 100% يعني يكون داكشي زعما بكل شفافيه، ماشي اللي كومونتا بزاف هو اللي غيربح، يعني كومونتير واحد. ونديرو كونفيرمي، نديرو ديبي. تبارك الله عليكم الاخوان. المركز الاول كناري ياسين، والمركز الثاني مراد برو، والمركز الثالث سليمان وماحة. مبروك عليكم الاخوان، مبروك عليكم، مبروك عليكم، مبروك عليكم. هذه ماشي هي اخر مسابقه. كنتمنى من هاد الاخوان هادو يدخلوا يعني الصفحه ديال سعيد شوب، وراسلونا بالفيسبوك ديالهم، وصيفطوا لنا القنوات ديالهم باش نعرفوهم واش هما ولا ماشي هما. تبارك الله عليكم الاخوان، وتسناو مسابقات جداد جايين.